سيدي أبا عبد الله، نور عيني يا أبا عبد الله، سيدي يا حبيبي يا حسين. شقرا لك أبو علي الليلة يا حبيبي يا سيدي يا مولانا، شقرا لك يا حسين، يا محرك الناس في الكرة الأرضية يا أبا عبد الله، يا جامع الناس، يا موحد الصفوف يا أبا عبد الله. حبيبي هاي الأربعينية جاية، ماكو دولة بالعالم ما راح يجونا ناس من عندها، لا توجد دولة في العالم ما راح يجونا ناس من عندها ونستقبلهم ونقولهم أهلا وسهلا ومرحبا بزوار الحسين، ونستقبلهم ونكون بخدمتهم ونخدمهم ونتشرف بخدمة زوار الحسين من أي مكان جاءوا، من أي مكان جاءوا. وهذه رسالة أتمنى أن توصل للإخوة في جمهورية إيران الإسلامية وفي كل مكان، في كل مكان، شيعة أهل البيت في كل مكان، نقولهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبزواركم في عراق علي والحسين، وماكو أمامنا إلا خدمتكم وخدمة سيد الشهداء عليه السلام، ونفتح لكم القلوب قبل البيوت، وأنتم ضيوف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وضيوف أمير المؤمنين في النجف، وضيوف الإمامين في الكاظمية، وضيوف الإمامين في سر من رأى. وهلا بيكم، بلدنا بلد محمد وآل محمد، وأهلا بزوار محمد وآل محمد. هذا الكلام للإخوة الإيرانيين أتباع آل البيت، ولكل شيعة آل البيت في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لزيارة الحسين، وواجبنا أن نخدمكم ونتشرف ونفتخر بخدمة زوار سيد الشهداء عليه السلام. هكذا علمنا أئمتنا. سيد الشهداء لما إجا الكربلة اشترى الأرض هاي الحوالية كلها، اشتراها الحسين وأنطاها البني أسد، وقال لهم تبقى لخدمة زوار، تقدرون السكنون بيها، هي أرضي أنا مشتريها، تقدرون السكنون بيها بشرط أن تخدمون شنو؟ أن تخدمون زواري. هكذا قال الحسين عليه السلام، اخدموا زواري، احنا هذا بلدنا كله وقف لآل البيت، ونخدم زوار آل البيت في هذا البلد إلى أن يظهر صاحب هذا البلد وصاحب الأرض وصاحب الزمان وصاحب المكان، الحجة بن الحسن عليه السلام، ويملأ الأرض قسطا وعدلا إن شاء الله. الله يكحل نواظرنا برؤية إمام زماننا سلام الله عليه.